هيفضل لي بقى الحاجه بقى اللي هي ايه زي كده في البرلمان بيقول لك الرقابه السابقه والرقابه اللاحقه. بعد ما بنخلص الامتحانات في مرحله نوع من الاهالي، مش هقول الكل بقى بصراحه لان الكل متوتر، لكن البعض الامتحانات خلصت والعيال هتبدا تاجز كل يوم. تفتكر هتعدي؟ تفتكر هتجيب مجموع كويس؟ فالولد والبنت ما بيعرفش يستمتع خالص لحد يوم ظهور النتيجه. ده واخد المعلومات من ابنه ويروح للمدرس ده والمدرس ده والمدرس ده ويقول له ابني حل السؤال ده، هو رقم 4 قال صح، والمدرس الثاني بص قال رقم 4 غلط، لا انا ابني قال كذا، ويبتدي يسال. انا رجعت مع مستر محمد قال لي ان انت حليت غلط. يا جماعه ده انا نسيت الماده دي اصلا مش بتاعتي خلاص، الامتحانات خلصت ودلوقتي بيصيف، هل ده صح؟ ده اسقاط بقى كل يوم، انا هبتدي افكره بالماده اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، صعب جدا على الطلبة يعني. طب النوع الأخير ظهرت النتيجة افترضنا أنه الولد، مش هقول لا قدر الله، هو ما جابش الأرقام أو المجموع اللي أبوه عايزه. أبوه بيبقى عايز حاجة أو أمه عايزة حاجة، وهو مش عايز يخش طب وهندسة. يا جماعة أنا عايز، أنا بقعد أفكر أقول مش كنت دخلت تجارة كان زماني بقيت رئيس بنك وبكسب وانبسط وحاجة عظمة كده. يا جماعة أنتوا بتهزروا، التجارة دي كل مهمة جدا جدا، جيب فلوس كتير. ما هو بيكلف نفسه يدخله هندسة خاصة أو طب خاص، بيكلف نفسه فوق طاقته علشان خاطر يحقق حلمه برضه، حلمه هو برضه. طب ما جبتش مجموع، لا مش مشكلة، هدفع في الجامعة الخاصة أو في المعهد الخاص علشان خاطر أخليه نفس الحاجة اللي أنا عايزها. هتبقى دكتور يعني دكتور، دكتور يعني دكتور. شيء مذهل.